تساهم الخدمات الطبية الملكية بشكل فاعل في دعم جهود الفريق الوطني للتصدي لجائحة كورونا، حيث تعمل بشكل مستمر في تسهيل عملية إعطاء اللقاحات للمواطنين والمقيمين الكرام من خلال عدد من المواقع والمراكز بالتعاون والتشارك مع مختلف المؤسسات الصحية في المملكة. الجهود الوطنية المستمرة لمواجهة الجائحة جهود اثبتت امام الجميع مدى متانه وجاهزيه المنظومه الصحيه في مملكه البحرين وعلى راسها الخدمات الطبيه الملكيه التي ساهمت بشكل فاعل في دعم جهود الفريق الوطني للتصدي لجائحه كورونا وخصوصا خلال فتره اعطاء لقاحات كورونا التي تعتبر المخرج الوحيد امام المواطن والمقيم للتغلب على هذه الجائحه وعودة الحياة إلى طبيعتها طبعا الهدف من من أخذ اللقاحات هي في البداية أن احنا نقلل عدد الإصابات أوكي نقلل معدل الانتشار أوكي ونقلل طبعا عدد الوفيات بعيد الشر آه والهدف آه وهدفنا طبعا بعد ان احنا نوصل الى الحصانه او ما يسمى بالمناعه المجتمعيه اللي يسمونها هيرد اميونيتي ان الاغلبيه تاخذ التطعيم علشان الفئه اللي ما تمكنت تاخذ التطعيم على سبيل المثال يعني النيو حديث الولاده هذه ما يسمح لنا ان احنا نعطيهم التطعيم فهذه عشان ما يصيدهم المرض. اجراءات دقيقه ومتقنه يتخذها الكادر الطبي في المستشفى العسكري لتسهيل عمليه اعطاء اللقاحات للمواطنين وذلك لتجنيب وقوع الاخطاء او الازدحامات في المقرات وضمان راحه جميع المراجعين في البداية أول ما يوصل الشخص نأخذ منه بياناته البطاقة السكونية أو الكتاب الأصفر إذا كانت جرعة ثانية أو التنشيطية نطبقها مع السيستم الإلكتروني نتأكد شفهيا من المريض عن نوع اللقاح اللي خذه وبعدها بعد نتأكد من السيستم اللي موجود عندنا إلكترونيا نأخذ من المريض التاريخ المرضي يكون بعض الأسئلة البسيطة الأمراض المزمنة العلاجات اللي هو عليها وأي حساسية من أي أدوية أو مضادات أو أكل عقبها يأخذ التطعيم اللي هو راغب فيه، بعدها على حسب تاريخ المرضي إذا كان عنده حساسية من دواء معين أو مضاد معين احترازيا نخليه ينتظر ربع ساعة لعشر دقايق، وهذه الإجراءات تكون. نجاح الجهود الوطنية في مواجهة الجائحة وتقليل انتشارها هو رهن التزام المواطن والمقيم بكافة الإجراءات الاحترازية والتوجه لأخذ اللقاحات بهدف ضمان تشكيل مناعة مجتمعية تحفظ حياة وسلامة الجميع. لقاحات فيروس كورونا السبيل الوحيد للخروج من هذه الازمه باقل الخسائر حفاظا على سلامه المجتمع وحفاظا على ارواح المجتمع كذلك وتبقى المسؤوليه في ذلك مسؤوليه مجتمعيه مشتركه محورها الوعي المجتمعي لدى المواطن والمقيم الكريم. يحيى العمري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين